كنت عايزه اسال، عندي بثور سودة عند مناخيري اللي هي الحتتين اللي نازلين على الخد دول، هل في ليهم علاج او حاجه؟ هسالي، هو الفانوار ديت بتبقى دهون، والدهون ديت اتاكسدت في البشره لان هي نتيجه العوامل الخارجيه والانفايرمنت اللي احنا عايشين فيه، فطبعا هو المفروض ان هي تتشال، بس تتشال بتقنيه صحيحه. يا ريت لو في دكتور متخصص في ان هو يشيل البثور السوداء ديت، ان انت تروحي للدكتور هو اللي يشيلها لك، لان المسامات ترجع لحجمها الطبيعي، لان يعني المسامات كلها ليها حجم معين. هي وسعت نتيجه الدهون الموجوده، بتبقى بتوسع نتيجه الدهون، وبتوسع ان الناس ممكن تشيل البثور السوداء مش بطريقه صحيه في بيوتي سنتر مثلا. دكتور كنت لسه هسالك حالا، احنا اوقات او في ستات كتير بتعمل كده ان هي تقعد تحاول تطلع البثور السوداء دي بايديها، او تروح مثلا مركز تجميل ملوش اي علاقه بالموضوع ويقعد يحاول يشيلها لها بالات كده، اصلا مستخدمها لستات تانية، فقليل هو ممنوع تماما. هو البشره دي اغلى حاجه عندك، وشك هو سر جمالك، فالاعتناء بيها يعني يا ريت البشره يبقى في دكتور متخصص هو اللي يشوف ويكشف على بشرتك وهو اللي يعتني لك بيها يا سالي. لكن في بيوتي سنترز هم الناس بتجتهد وبتتعب ان هي تطلع على كل اللي هي تعرفه على قد معلوماتها مش دراستها الطبيه عن طريق طبي، يعني في تنظيف طبي للبشره بالالترا ساوند، ممكن تطلع كل البثور السوداء دي بالالترا ساوند من غير ما هم يبتدوا يعملوا التقنيات التقليديه اللي كلنا بنشوفها في البيوتي سنترز. خليني اسالك على التقشير، التقشير ليه يعني ممكن ان احنا نستخدمه عشان نطلع بيه البثور السوداء او البقع او كده؟ تقنيه التقشير دي من احلى التقنيات اللذيذه اللي احنا بنحبها، لان هي بتجدد خلايا البشره، والبشره لما تقشر بتبقى لذيذه، بس ليها ميعاد معين في السنه، مش في اي وقت بتتعمل. يستحسن طبعا فتره الشتاء لحد نص شهر 3 لحد اخر شهر 4. يعني احنا عندنا الفرصه دلوقتي ان احنا نعملها لغايه ممكن يعني كمان اسبوعين جايين نقدر نقشر بشرتنا. ممكن، بس مش محببه قوي ان حدا تقشر بشرتها علشان تشيل البثور السوداء.